أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي توقيت فوجيان الموسم الثاني. من خلال هذا البرنامج سنصطحبكم معنا في رحلة إلى مقاطعة فوجيان الخلابة لنتعرف معا أكثر على هذه المقاطعة وعلى ثقافتها العريقة. الحياة في نامبينغ تجعل المرء يشعر بالاسترخاء بعد تناول مائدة فوجيان الشهية والتمعن في مناظر فوجيان الخلابة. في هذا الوقت لا شيء أفضل من شاي فوجيان المميز في أكواب الشاي الخاصة التي تدعى جيانجان. دعونا اليوم نتعرف على أكواب جيانجان المميزة وما هي فوائدها.放糖了，这样差不多，想吃甜一点的，就多放一点，然后可以倒酒了，装满吗？对，装满。这就是我们今天的成果。老板娘南平这边还有什么比较特别的地方？这个茶还有一个茶器也很重要，就是一个叫建盏的，建盏。 对，很漂亮。我们可以去找一找。好漂亮啊！哇！要拍个照。像医生，孩子。大饱口福和眼福后。 接下来我们将去寻找另一位和茶有关的老师，据说他手中把玩的物件大有来头。其实这个木头不错的，就是釉面划掉才自己用啊。然后呢，又定义为贴木曜面。你们好，老师好。啊，请坐。请问您是白老师吗？啊，对。然后这一次就想过来了解一下建盏它是怎么做的，或者是说有一些什么故事。 想要了解进展怎么做的哈？首先了解进展的文化、历史、底蕴、制作流程、制作者的心态，它的咸，然后才是釉，最后才是开骨。而镜面效果，野胎里面它有很多种，一个呢是红包浆，还有一个呢就是铁胎，还有一个装胎，就是没烧熟的。 红胎，就跟它的口味一样。我就会觉得，这不是男生很喜欢研究的东西吗？好像不是很感兴趣。我给你看看我们的杯子吧。还有手电，还戴手套。对，就不会有手纹啊什么的。好专业啊，感觉。好专业，我感觉我在鉴宝。来，我给你看一下我们的真正的好作品。 这是什么？藏宝阁感觉。这里面都是精品，精品。对，也就是我们会拿来销售的。这只叫金丝品鉴，小型的显微镜。哇，你可以对着它看，看得到吗？哇哇，你主要去杯子慢慢动去。对，每一块角落都不一样，每一个角落都是一个世界。它不但有星空，有宇宙，还有。 很多很多种东西，一展一世界，什么感觉呀？就感觉在看微世界。你可以打个灯看看外面，要拿远一些看，才能看到界面效果。好像那种星空哎，对，拿近了看不到了。然后就满怀疑问的去看了一下，果然是另外一个世界。 就每一盏都不一样，所以当时瞬间就理解到了他的那个画中的意思。
作为南宋皇室御用茶具的建盏，是南平的另一个瑰宝。在古时，一个建盏甚至能换一座城池。不知道我们接下来能做出什么样的成品？去往白老师所在的水集镇，就是建盏的发源地。啊，那我们这边看呀，这是我平常备的胚，就是这要备下养的胚。我们又来到了泥巴的世界。平常我们工作的时候都会在这一块。来，我试一下给你们看一下。好，试放一下啊。一定要先沾点水，把手抹均匀，它就有韧性。老师，你一天做胚可以做几个呀？做不了多少，我才做个300多个吧，300多个吧。一天？他说做不了多少。这叫成型。哇，一个形状就已经看出来了，然后再给它一个次塑形。哇，它都这样展开的。感觉你想让它怎么样，它就怎么样。对，对，对。我觉得到我这应该不对了。哇，天哪，我的肯定会掉下来。在玩魔术。现在你们可以上手了。我先来吧。那先把手打湿是吧？首先把泥巴来，两个拇指往里面开口。那个棋子你踩慢一点。Sorry， 对不起对不起，我的天哪，好难啊。其实他很听话的。那是听你的话。我示范给你看一下。其实他很听话的。妈妈我觉得我们两个好像白痴了。还可以还可以。你笑我没有。我好不容易觉得自己有点进步。好了，杯子。确实是不容易，第一次上手。江江，这就是我们今天各自的成果，不容易。是的，都不容易。他很听话。别再重复。我们去看一下窑口。好，可以啊。烧窑的地方。这是保留下来的一个历史。现在主要我们烧的是这条窑，我们这条窑差不多20多米。整个结构是这样的，进风口有9个，头柴口32个，出火口16个，看标口有8个，抽风口还有4个，这每一个口都有作用。那你一般烧一批窑大概要花多长时间？正常来讲不能说死，在3天3夜或者3天4夜。我们一顶火我是不离开窑的。بعد ان تعرفنا على هذه الاكواب التي صنعت خصيصا لشرب الشاي، استطعنا ان نشعر ان اكواب الجينجان ليست مجرد اكواب شاي فحسب، بل انها رمزا مهم لثقافه الشاي العريقه بالصين. وتم تناقل أكواب جيانجان من عهد سونغ إلى اليوم، ومن منتصف الصين إلى فوجيان، وأيضاً من الصين إلى خارجها، لتصبح نجماً مهم في أدوات الخزف الصيني. نشكركم على حسن المتابعة، أما الآن سأصطحبكم معي في رحلة إلى مقاطعة فوجيان، نستكشف ونتعرف معاً على هذه المقاطعة عن قرب. ابقوا معنا لتشاهدوا حلقة جديدة من برنامج لين في فوجيان.
أنا الآن وصلت إلى برج الساعة في مدينة تشوانجو. هذا البرج يعتبر من أشهر الأبراج ومن المباني الأيقونية في هذه المدينة. تم بناء هذا البرج عام 1934. في ذلك الوقت كان هذا المكان يعتبر من الأماكن المزدهرة والمتطورة في هذه المدينة. ورح يكون هذا البرج أيضاً نقطة انطلاقنا لنستكشف شارع سي وهي المدينة اللي تعتبر من أقدم وأشهر الأماكن في مدينة تشوانجو. فيلا معي. شارع سي هو من أقدم الشوارع الموجودة في مدينة تشوانجو. لليوم بصل تاريخه إلى أكثر من 1300 عام وحافظ على عمارات وأبنية قديمة جداً جداً كما هي. في هذا الشارع أيضاً يوجد من العديد من الأطعمة الشهية. أنا الآن وصلت إلى البرج الشرقي الموجود في شارع سي. هذا البرج أيضا في منه برج غربي، يعني برج شرقي وبرج غربي. هذول البرجين تم بنائهم في عهد تانغ، يعني إلى اليوم تقريبا لهم 1300 سنة. هذول البرجين إلى اليوم يعتبروا من أطول الأبراج الحجرية في الصين. فتفضلوا شوفوا قديش مذهل ورائع. في كاتب صيني مشهور جدا كتب جملة: في حياتك لازم تأتي إلى مدينة تشوانجو ولو لمرة واحدة. وأنا اليوم فهمت معنى هذا الكلام. بالفعل مدينة تشوانجو مدينة فيها تاريخ، فيها عراقة، فيها حضارة، وبكل مكان ممكن تشعر بالتاريخ الصيني العريق، وأيضا فيها نكهة حياة مش موجودة في أي مكان آخر. فبالفعل تستحق الزيارة مرة ومرتين وثلاث.